طب سؤال الثاني يا شيخ، هل لو واحد اظهر جزء من فخذه عليه إذن؟ يكره له ذلك. الفخذ كلها ولا الجزء اللي هو الأسفل بس؟ الجزء اللي عفوا تقول ايه؟ مش قصدي الفخذ كلها يا شيخ، في حته كده فوق الركبه يعني، لو غطي الحته اللي فوق الركبه لكن ان اظهرتها شويه جائز مش حرام. النبي عليه الصلاه والسلام حاصر عن فخذه وبعدها غطاه لما استأذن عثمان.